طيب، على ذكر بقى الأستاذ يعقوب السعد المتوهج والمتألق، هنشوف في هذا الفيديو حديثه عن المشجع الأهلاوي. أي مشجع لأي فريق في العالم إن سألته عن اسم فريقه يجيبك كذا، لكن الأهلاوي بالذات إن سألته عن اسم فريقه يتعجب، ألا تكفيه إجابة أهلاوي؟ من يحب الفارس المصري الأحمر يجيب أن إن سألته طبعا أهلاوي، وكأن جمهور الأهلي في مصر وفي الوطن العربي يؤمن أن الأصل أن تكون أهلاويا. هكذا الأهلي، وهكذا جمهوره، وهكذا كل ما ينتمي إليه. كادوا من فرط حماسهم أن يتحول لون العشب الأخضر في الملعب تحت الأقدام المشتعلة للون الأحمر، مثل كل القصص الأسطورية. نسج الأهلي قصته من بطولات وانتصارات وإنجازات مثل كل هذه القصص الأسطورية. من يطل من نافذة الأهلي خالد على مر السنوات، في أول الحكاية أو في الوسط أو حتى في منتهاها. لا يبدو الأهلي بحاجة إلى تلك البروتوكولات. الحكاية طالما فيها الأهلي تبدأ منه وعنده. الأهلي في مصر أكبر من فريق ومن بطولة ومن أهداف. لقد سمعته في بيوت أسر مصرية بسيطة يدوي من النوافذ معلنا أن للفرحة هتاف. أعرف بعض الناس في مصر يعنيهم أولا أن يفوز الأهلي، ولا يهم ما يحدث لهم، يكفيهم أن يحتضنوا الفرحة والتيشيرت الأحمر، وما فاتهم في الواقع ستعوضه الأحلام. الأهلي أكبر وأجمل من كل الكلام. الأهلي أجمل من كل الكلام،